باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. أنت معظم لله، إذا حلف لك إنسان بالله إيش تصنع؟ تصدق، ولا بد، لأنك تعظم. أما لا تقتنع لا، إلا إذا كان تعلم 100% أنه كاذب، هذا ما تصدقه، أو يغلب على الظن أنه كاذب. أما يتساوى الأمران، يترجح صدقه، تعلم صدقه لابد تصدق. فالقضية عندما أخذ منه وحلف، هذا يعلم أنه كاذب، لكن من أجل أنه يرضى بالحكم الشرعي قال رضيت باليمين، لأنه حلف بالله حكم شرعي. إذن هذا اقتنع بالحلف بالله، لماذا؟ لأنه موحد. نعم. قال باب قول ما شاء الله وشئت. قول ما شاء الله وشئت. رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، بماذا أجاب؟ ما شاء الله وشئت، أولا الشرك أكبر أو أصغر؟ أصغر، وقد يصل أكبر. لو قال لك قائل ما شاء الله وشئت، إيش تقول؟ ما شاء الله خطأ. موحد محقق للتوحيد إيش يقول؟ يقول أجعلت لله ندا، بل ما شاء الله وحده. شوف هنا قال ما شاء الله وشئت، شرك أكبر وأصغر؟ أصغر، تمام. الإجابة هنا عكس، قال جعلت لله ندا، أجعلت لله ندا شرك؟ كان يقول له هذا يؤدي للأكبر. وأن الأدلة من الكتاب والسنة وقال السلف أنهم كانوا يطلق على الشرك، أن الآيات النازلة في الشرك الأصغر تعم الأكبر. إيه نعم. أنت